السلام عليكم. ملنا الشعب يقول عجيلة وحق له ذلك يضيف المشري، ودبيبة يعد بالانتخابات العام الحالي كما الماضي، هم يعقدون آمال البلاد ثم ينقضونها، ومن بعيد يصدح باتيلي بالخيارات البديلة وتنادي بدعواه دول غربية، ويتبناها الرئاسي مبادرة ثم لا يخطو بعدها إلى شيء. اليوم الخيارات البديلة ما شكلها؟ والانسداد من صاحبه؟ والرئاسي لما بادر ثم صمت؟ ووثيقة القاهرة حتى الآن لماذا لا يعرضها عجيلة على البرلمان؟ نعم للصبر حدود كما يقول باتيلي، لكن على من إذا كنا نسمع عن المعرقلين ثم لا يسميهم؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المستشار السياسي الأسبق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، وعبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي القانوني والمحلل السياسي راقي المسماري، وأيضا سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي محمد محفوظ، ومعي كذلك عبر الهاتف عضو مجلس أو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري. أهلا وسهلا بكم ضيوفي. أبدأ أولا مع السيد محمد محفوظ. يعني قادة ليبيا سيد محمد خذلوها، وذاك كان تصريح السفيرة البريطانية. برأيك إلى أي درجة خذلوها إن كنت توافقها؟ ومن تستثني من القادة إن كنت تعارضها؟ مساء الخير لك وللسادة الضيوف وأيضا لمشاهدي ليبيا الأحرار الكرام. أهلا بك. بكل تأكيد اليوم لا يمكننا إطلاقا أن نستثني كل من هو موجود في السلطة منذ سنوات من أنه طرف معرقل لإجراء الانتخابات، وبأنه متشبث بالسلطة وعدم المضي قدما في تحقيق استقرار سياسي، والمضي قدما في المسار بشكل يضمن للناس ممارسة حقهم في صندوق الاقتراع. ولذلك أنا أعتقد أنه هذه من المسلمات اليوم، لا يمكنك اليوم أن تستثني أحدا. لكن نحن نعتقد اليوم الحديث عن المشاكل مللنا منه، تحدثنا عنه مرارا وتكرارا وجزأناه جزءا جزءا. أعتقد الحديث اليوم يجب أن يتركز على مسألة ماذا بعد، عن الخيارات البديلة، عن توجيه الرأي العام في مسألة أنه ربما قد تكون بعض الخيارات البديلة ليس كلها ليست إلا تكرارا لذات المشهد السيء السابق، وبالتالي بقاء هذه الأجسام في السلطة وعدم تقديم أي شيء في المسار السياسي والمسار الانتخابي. اسمح لي سيد محمد في بداية حديثي أن أتحدث ربما على ما أعلمه وما أستطيع تحليله من هذه الخيارات البديلة التي يمكن تلخيصها اليوم في 4 خيارات. أنا سأتحدث عنها من باب الذكر ليس من باب التأييد. ربما في سياق هذه الحلقة نستطيع تقييم ربما كل خيار من عدمه. أعتقد أنه إذا ما قرأت المواقف الدولية الأخيرة سواء ببيانات الأربعة وأيضا ربما حتى بإحاطة باتيلي الأخيرة، يمكن أن نستشف أن المسار السياسي يمكن أن يذهب في إحدى هذه الخيارات. طبعا قضية التغيير تحدث في ليبيا بين الحين والآخر. ربما الأمر الأول هو مسألة أن يكون هناك استمرار للجنة أو المخرج الذي أخرجته اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي. هناك قاعدة دستورية أخرجتها اللجنة القانونية، وبالتالي هناك حديث اليوم عن أن البعثة قد تستكمل هذا المسار وتدعو ملتقى الحوار السياسي فقط لاعتماد هذه القاعدة التي أخرجتها اللجنة القانونية. الخيار الثاني الحديث الآن يتم، اسمح لي محمد خلنا نذكرها الأربعة بعدين خذ ضيوفك الآخرين. الخيار الثاني اليوم يتم الحديث على أنه باتيلي قد يشكل لجنة بشكل إقليمي أو جغرافي تحل أو بإمكانها أو مطلوب منها حلحلة الملفات العائقة في ملف القاعدة الدستورية والجميع علمها فيما يتعلق بترشح العسكريين ومزوجين. حاول أن تختصر سيد محمد، حاول أن تختصر وتأتي عليها. الخيار الثالث نعم تفضل. الخيار الثالث هو ربما تفعيل المادة 12 من الاتفاق السياسي واختيار وإشراف البعثة على اختيار
13 عضوا من كل مجلس بعيدا عن تدخل عقيلة صالح وخالد المشري، والخيار الرابع الذي أعتقد أنه أشير له في بيان الدول الأربعة إيطاليا فرنسا الولايات المتحدة وبريطانيا وأيضا ألمانيا الخمسة عفوا، والذي يتحدث فيه بشكل أو آخر عن تشكيل هيئة عليا لإجراء الانتخابات. ربما وصلت هذه الفكرة تماما، ليس هناك تفصيل وبالعودة للاستفهام محمد، ولكن ربما ستكون بمشابه هل أنت مع الخيارات البديلة أم مع الأجسام القائمة حاليا وأن تسوغ حل عن أو يسغ حل عن طريقها في كلمة واحدة؟ بكل تأكيد لا يوجد حل عن الأجسام الموجودة، هذا كلام قلناه منذ أشهر. طيب كثير. سيد راقي المسماري، السيد عقيلة يتهم الطرف الآخر بأنه يقول ولا يفعل، لكنه هو نفسه يقول ولا يفعل. دعني أسوغ لك الأمر بشكل أوضح. شهر كامل تقريبا سيد راقي المسماري ولم يطرح السيد عقيلة صالح الوثيقة الدستورية داخل أروقة مجلس النواب، في حين طرحها المشري بالفعل. ولمزيد من الدقة اسمح لي أن أقرأ لك هذا النص الذي كان من اتفاق القاهرة، حيث يقول بنده الأول: تم الاتفاق على ما يلي: قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس. إذن مجددا، لماذا لا يطرح عقيلة صالح الوثيقة الدستورية على البرلمان؟ هي أود أن أقول إن طالما عنوان يعني حواركم هذا خيارات بديلة، فالخيارات البديلة حقيقة كانت متاحة يعني منذ عام 2014. يعني وثيقة فبراير التي أصدرتها لجنة فبراير تقول بأن تقام انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. لو لم يقم المؤتمر الوطني العام بإلغاء فقرة الانتخابات الرئاسية لكنا لدينا برلمان ورئيس منذ 8 أعوام، ولكنا قد انتخبنا جولة ثانية يعني برلمان آخر ورئيس آخر، وكنا قد تجاوزنا هذه المرحلة التي ذهبت سدى. الخيارات البديلة، الخيار الثاني كان في موافقة مجلس الدولة على قانون الاستفتاء في عام 2018. مجلس الدولة هو من رفض الذهاب في قانون الاستفتاء. الخيار الثالث، الخيارات البديلة، كنا ذهبنا إلى انتخابات 24 ديسمبر التي أفسدها مرشحان، مرشح رفضه المجتمع الدولي، قال عنه السفير الأمريكي والمبعوث أن ترشحه كان بمثابة قنبلة انفجرت في الغرفة، والآخر مرشح اللي هو يعني واجه مصاعب داخلية يعني رفض داخلي لترشحه، السيد رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة عندما ترشح ضاربا عرض الحائط بالقانون الانتخابي، لم يترك يعني ممارسة مهامه، لم يلتزم بتعهداته لملتقى الحوار تونس جنيف عندما تعهد خطيا بعدم الترشح في الانتخابات القادمة التي سوف تعقب مرحلة تنفيذ اتفاق تونس جنيف. وبالتالي هذه كانت خيارات الحقيقة، وأهدرت أو حوربت أو جوبهت أو يعني تم إفسادها. الخيار الأخير والخامس، بالخير الأخير يعني اسمح لي سيد راقي، اسمح لي بالخير الأخير، دعني أنقله للسيد الشح. خيار انتخابات 24 ديسمبر الذي أفسد وأفشل عن طريق رجلين، سيد راقي لا أسمعك بشكل واضح، أكمل الخيار الأخير في عجالة. الخيار الأخير خيار التعديل الدستوري 12، عندما نعم الخيار الأخير خيار التعديل الدستوري 12 عندما توافق مجلس النواب ومجلس الدولة في بوزنيقة المغربية على تشكيل لجنة دستورية تتكون من أعضاء من النواب والدولة وخبراء، وعلى تشكيل سلطة تنفيذية بتاع بشاغة. الكلام هذا، وهذا كان السؤال، لماذا لم يقم السيد عقيلة صالح بطرح الوثيقة؟ لو سلم السيد عبد الحميد بالنقطة الأخيرة يا سيد راقي، لماذا لم يطرح السيد عقيلة الوثيقة الدستورية على أعضاء مجلسه؟ محمد، بما أنك جئت على هذا الخيار فقط، دعني أكمل الفكرة على الأقل. تفضل. دعني أكمل الفكرة لأصل إلى يعني هذا خيارات اليوم. لو ترك السلطة أو سلم السلطة طبقا للتعديل الدستوري 12، أنجزنا لجنة دستورية وأنجزنا حكومة يعني بديلة لحكومة الوحدة الوطنية، والحكومة تتغير يعني بشكل عادي يعني. طيب. لكنا اليوم على مشارف انتخابات طبقا
طبقا للتعديل الدستوري 12، لكان الآن يعني مضى عام على حكومة على لجنة دستورية، لكان الاثنان قد أنجزت وصلت الفكرة إجراء انتخابات ربما في فبراير القادم. نحن الآن نحتاج إلى عامين آخرين. طيب سيد راقي، يعني هناك فكرتين اسمح لي أن أنقلها حتى لا يتشعب الحديث. إحدى الخيارات التي كانت متاحة سيد الشح هي انتخابات 24 من ديسمبر، أفسدت عن طريق رجلين، سيف الإسلامي بفيتو دولي وسيد البيبة بتخلفه عن ما أقسم وعلى الأقل تقدم به من تعهد أخلاقي. هناك خيار آخر تقدم به الأعلى للدولة والنواب، والحكومات تتغير كما يتحدث سيد راقي، لكنه أفشل مرة أخرى عن طريق ذات الحكومة ممثلة في السيد الدبيبة. مساء الخير محمد، تحية طيبة لك وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لم أستمع جيدا لمن أفشل الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، الدبيبة وسيف القذافي. قال الدبيبة وسيف الإسلام. إيه لا أنا أعذر اليوم طالع من بنغازي وما قالش حتى حفتر معهم، لكن معلش. عموما أنا تصحيحا فقط لما طرحته يا محمد، أن عقيلة صالح لم يطرح الوثيقة الدستورية على البرلمان وخالد المشري فعل. بالعكس، حتى خالد المشري لم يطرحها على مجلس الدولة، وعندك ضيف من مجلس الدولة ممكن يأكد أو ينفي هذا الكلام. يا أخي بالعكس، قال خالد المشري أن الوثيقة لو طرحناها سوف يهاجمها الإعلام، سوف يضعون في موضع الهجوم، لذلك لم يطرحها حتى هو. القصة وما فيها تودون الخوض في الماضي وفي من أفسد من وماذا ولماذا لم تحدث ولماذا لم نخرج، يجب أن نتفق جميعا ونسلم جميعا بأن كل من هو اليوم في المؤسسات وفي الواجهة السياسية وفي السلطة لا يريد انتخابات ولا يريد أن يخرج، ويتعذر ويتحجج بما يفعله الآخر، وتارة يتفقوا عندما يكثر الضغط عليهم، وعندما يخف الضغط يفتعلون المشاكل ويتنافروا من جديد وتستمر الأزمة، وكل واحد يعمل الخيارات الخاصة به والخطوات التي تبقيه فترة أطول في السلطة. اليوم البقاء في دائرة أن والله المؤسسات وهذاك خالد المشري فسد ودبيبة فسد وعقيلة كلهم أفسدوا، كلهم أفسدوا وكلهم مستعدين لفعل كل شيء للبقاء في السلطة مهما كانت شعاراتهم. حتى دبيبة يقول والله نبوا انتخابات في 2023، قال في 2022 وقال قبلها، فالكلام هذا بدأ مستهلك ولم يعد يستمع إليه. وأنا هنا أركز على دبيبة لكي أعطي مثلا لضيفك من بنغازي أننا لا نهاجم الأطراف الأخرى، نهاجم حتى اللي في دارنا هنا، لأن الكل مستفيد من حالة الأزمة واستمرارها ويريد البقاء مهما كلف ذلك من ثمن ومهما كانت الشعارات التي يطلقها. عند الكلام على الخيارات البديلة، اليوم الحقيقة بدأت الماكينة تتحرك من جديد، وبدأ العمل على إيجاد مخرج لهذه الأزمة دون تعطيل من الأطراف المستفيدة من البقاء. وهنا أستطيع القول، استمعت إلى ما طرحه محمد من 4 سيناريوهات وما يطرح من هنا وهناك، خليني نكون أكثر دقة وأكثر مباشرة. أمس يوم 31 أو لمس يوم 31 ديسمبر يناير كان آخر يوم لتقديم مقترحات من الدول الكبرى لمبعوث الأمم المتحدة حول التفاصيل التي سوف يضمنها لخطته التي سوف يطرحها نهاية شهر فبراير. وكل هذه المقترحات أو مجملها وأنا مطلع تصب في خيارات إنشاء أجسام فنية قانونية من خبراء ليبيين ودوليين، وكذلك لجنة موازية استشارية من سياسيين ومن نخب ومن حتى أعضاء من المجلسين، ولكن بشكل لا يمكنهم من التعطيل أو من العرقلة. كل هذه الإجراءات أو كل هذه الأفكار تصب حول كيفية كتابة أساس لإجراء الانتخابات وآليات، وأيضا مقترحات لقوانين
وجدول لإجراء الانتخابات في سنة 2023 وعملية مصاحبة لمراقبة صرف الأموال من كل هذه الأجسام خلال هذه الفترة إلى حين إجراء الانتخابات، وكذلك التشاور في عملية الإشراف على إنجازها، وكيفية إصدار هذه الوثائق التي سوف يتم كتابتها بطريقة يمكن أن تحميها من الناحية القانونية. هذا مجمل الكلام، وهذا لب الموضوع. التفاصيل لا زالت قيد الدراسة وقيد الإعداد كي تخرج في صيغتها النهائية. أنت ذكرت سيد أشرف بأن المشري لم يطرحها، المشري طرحها في جلسة تشاورية، تدخل معنا أكثر من عضو وكنا من النساء من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأكدنا على ما ذهبنا إليه، لكن بما أن السيد فتح الله السريري هو حاضر معنا الآن لننقل له هذا الاستفهام قبل أن ندخل في لب الموضوع. هل طرحت الوثيقة الدستورية التي توافق عليها المشري وعقيلة في القاهرة سيد فتح الله السريري عليكم داخل أروقة الأعلى للدولة أم لا؟ الحقيقة سيد محمد وضيف الكريم المشاهدين، أهلا بك. بالفعل طرحت على نحن كلجنة مسار الدستوري، وأيضا حتى طرحت على في جلسة داخل قبة المجلس الأعلى للدولة، وتم والنقاش في العديد من المواد التي تم تناولها، وكان هناك بعض الأمور التي تم يعني حلحلتها بين مجلس النواب ومجلس الدولة وبين رئيسين من المجلسين، وكانت يعني خطوة جيدة، لكن لم نشهد إلى حد الآن تفاعل مع هذه المسائل، وأن أعضاء مجلس النواب كثيرا لم تطرح هذه المسألة، وأن حتى اللجنة كانت هي متعدة للذهاب، ولكن يعني قرار شأن المحكمة الدستورية قفل الطريق وصار التعليق من جديد، وثم على أتي صار هناك يعني بعض اللقاءات، لكن الموضوع طرح والمجري لا يستطيع أن يتجاوز الدولة نفقه من أول الخطر يعني. نعم. طيب أنتم الآن في مرحلة عض الأصابع مع مجلس النواب كما يقول السيد المشري طبعا، لكن ما الضمانة ألا تستمر هذه المرحلة ويكون الشعب هو وحده من يدفع الثمن وهو وحده من يتألم؟ يعني نكون منصفين، أنا إذا كنت أتحدث عن الشعب يجب أن لا نحضر الشعب أحيانا ونغيبه أحيانا أخرى. الشعب انتخب هيئة تأسيسية تمثل كل ليبيا وأنجزت مشروع تصوت عليه بأغلبية تفوق الثلثين لا يحودونها إلا الإجماع، وهو توافق ليس له متين. احنا مع عملنا قانون الاستفتاء من شهر 12 2017، مجلس النواب قال عمل قانون الاستفتاء 2018، ولكن قانون الغرض منه أو وفق نصوصه هو إجهاض صريح ووضح لمشروع الدستور، ولا توجد قوانين في العالم بهذه الطريقة، أنك لما ترفض أن تحددها أو تسبب كذا، هذا عملية مستحيلة. افترضنا في بداية 2019 دار تعديل وإحنا لم نعترض عليه، ومن ثم دخل الحرب على طرابلس. إذا الموضوع المسار واضح، في الغرب احنا في 2021 توصلنا إلى أن يعرض الاستفتاء مشروع الدستور عن الاستفتاء بتعديل قانون الاستفتاء ببعض المسائل، إنه على 3 دوائر وخاصة زائد 1. تجاهلات البعثة وتجاهل مجلس النواب الذي لم يعرض عليهم إطلاقا، في حين أن مجلس الدولة صوت على ذلك، وهذا كلام للتاريخ، وأنا شاهد عيان ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب الليبي. قصة البعثة والأمم المتحدة وخذلوا باتيليا، الحقيقة العالم المتحضر اللي يدعي بأنه متحضر ومتقدم هو من خذل الشعب الليبي وترك في هذه الدوامة، وهو طيب. من يغذي الأطراف سواء بالسلاح أو بالفساد أو بالكلام هذه المثال. الشعب الليبي وإحنا ليبيين وأصبح طيب. ودرسنا خارج البلد وفي دول يعني في عجالة. رجاء سيد فتح الله السريري وبإجابة واضحة، هل أنت مع الوثيقة أم ضدها؟ الوثيقة أنا معها، أنا معلش طيب. إحنا مع وثيقة موضوعية أي لنفتح باب النقاش حولها إذا فقط حتى الأشخاص. لا سيد فتح الله، الموضوع مش من يضع نعم أنا أعطيتك لا أعطيتك الفرصة وثيقة. والوقت سنفصل فيها. معلش يا محمد غير اصبر شوية، الموضوع مش من يضع الوثيقة، محمد أو أشرف سيد المسماري أو محمود، في مسائل موضوعية لابد أن
نحن حتى لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة طيب. يعني راضين بأن تضع لنا قانون أو تضع لنا دستور أو وثيقة دستور وفق المعايير الدولية. وضحت تماما سيد. احنا جزء العالم. لنطرح هذا الخيار او هذا الحل على 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 الاقل باقي ضيوفنا ونناقشوه. سيد محمد محفوظ، كيف سيصنع دبيبة حل لليبيا كالانتخابات مثلا ووسط البلاد وشرقها وربما جنوبها حتى، هي خارج سلطتها؟ يعني انا لا استطيع حقيقة اليوم ان اناقش هذا الهراء، تصريحات لا يملك منها شيء، هو قالها في عندما شكل لجنة ما سماها عودة الأمانة، وظل الرجل يعني يهذي تكرارا ومرارا وليس هناك شيء، والجميع يعلم الرجل اليوم أنه في حالة من الضعف لا يستطيع أن يفعل شيء باعتباره أنه جزء من حوار سياسي ومنتج لهذا الحوار السياسي. وبالتالي قضية الذهاب نحو الانتخابات أنا منذ البداية دائما ما أؤكد أنها ليست من قدرات الرجل وليست أساسا من صلاحيات السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية سواء كان رئيسها بشاغة ولا دبيبة أو غيره أعتقد أنه لا يستطيع أن يفعل في هذا المسار أي شيء. لدي بعض التعليقات فقط في الجزء الأول على السيد المسماري الذي يعني يقول أنه إذا ما مضينا في مسار القاعدة الدستورية أو التعديل الدستوري 12 الذي قام به مجلس النواب في العام الماضي في مثل هكذا في مثل هذا الوقت لما يعني جرى ما جرى ولا كانت هناك انتخابات. يعني دعني أؤكد وأعلم السيد المسماري أن اللجنة التي اجتمعت في القاهرة لثلاث جولات وبعد ذلك لقاء عقيلة والمشري في جنيف كانت بناء على هذا التعديل الدستوري 12 ولم تستطع فعل أي شيء، لأن الأدوات التي موجودة في هذه القاعدة وفي هذا التعديل هما مجلس النواب والدولة وعقيلة والمشري. وبالتالي نحن منذ اليوم الأول عندما واجهناها وتكلمنا عليها أكدنا أن هذا السيناريو سيحدث، وقلت أنا شخصيا حتى ولو استلم بشاغة الحكم وأصبح حكومة واحدة لن تحدث انتخابات بعد 14 شهر مثل ما كانت موجود في التعديل الدستوري 12. وبالتالي بدل أن نتحدث عن هذا الكلام يجب علينا أن ندخل في كلام واقعي صدقوه الناس ويكون قابل للناس أن حتى تقتنع به مش مجرد نتكلمه بس. هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث، الوثيقة الدستورية عرضت على المجلس الأعلى للدولة، والسؤال الذي كان ينبغي للسيد فتح الله أن يجيب عليه ما رأيه في هذه الوثيقة أم سؤال واضح اليوم، لأن هذه الوثيقة التي عرضت وأراد المشري أن تكتم ولا تخرج لوسائل الإعلام ولا لأي شخص خارج المجلس الأعلى للدولة حتى لم يسلم هذه الوثيقة بشكل فردي للأعضاء بأن فيها من التنازلات ما يشيب له الرأس. لعلمك سيد محمد خرج المشري هنا في الأحرار وقال لكم أن المسائل الخلافية إذا لم نتفق عليها ستحال الاستفتاء، لكن ما هو موجود في هذه الوثيقة الدستورية أن كل القضايا الخلافية ستحال للجنة إعداد القوانين مثل ما هو موجود في هذه الوثيقة، وهذا يعني أنها ستكون حكرا لمجلس النواب. وبالتالي اليوم الكثير من أعضاء مجلس الدولة للأسف الشديد لا يتسم بالشجاعة حتى يبين للناس ما جرى. أنتم اليوم مسؤولين عن هذا العبث في حالة أنهم شيء. اليوم أنتم على قدر من العلم أنه المجتمع الدولي قد تجاوزكم وليس لكم وجود في المشهد السياسي القادم، ولذلك عقيلة صالح تنصل من هذه التوافقات طيب. عندما وصلته الرسالة أنه لا جدوى من هذا المسار. أنا أعتقد سيد محمد إحاطة بتيل التي أعلن عنها اليوم في جدل الأمم المتحدة ستكون 27 فبراير وليس 23 فبراير ستحمل بشكل واضح آليات عمل. بلينكين عندما ذهب للقاهرة أعلنها بشكل واضح أنه بتيلي يملك خطة، يملك على أقل بدايات خطة للمشهد السياسي القادم، لكن ما هو مؤكد طيب. ما هو مؤكد وحسب تقديري إذا ما أطلقت عمليات طرد الفاغنر من ليبيا سيستمر الوضع السياسي كما هو عليه ولن يكون هناك تقدم طيب. إذا لم تطلق عمليات طرد الفاغنر من ليبيا سيسير المجتمع الدولي في مسار سياسي، غير ذلك لا نعتقد أنه سيكون هناك أي جديد. سيد راقي، النواب ملوا والشعب أيضا ملهم كما يقول عقيلة نفسه، طيب إلى متى على الشعب أن ينتظر؟ وفيما يتعلق بمسألة من أفسد إحدى الخيارات البديلة، يقول لك سيد الشح واحد منهم خليفة حفتر
وواحد منهم أيضا عقيلة صالح عبر إفراز هذه القوانين المعيبة، فلماذا يقتصر النقد فقط على شخصي سيف القذافي وعبد الحميد دبيبة دون سواهما؟ شوف يا أستاذ محمد، يعني علشان نحن يكون نقاشنا هادف وبناء وموضوعي، خلينا في البداية نتفقوا أن كانت هناك خيارات، يعني خيار فبراير أفسده المؤتمر الوطني، خيار الاستفتاء أفسده مجلس الدولة وليس مجلس النواب، لأن القاعدة القانونية يفترض أن تكون موجودة ولكن قد يعني تكون لديها بعض القصور، ذاك يعرض على القضاء. يعني الخيار الثالث اللي هو خيار إجراء الانتخابات في 21 أفسدها دبيبة وسيف مثل ما قال سيد أشرف. الخيار الرابع خيار فتحي بشاغة أفسده دبيبة، والتيار اللي هو في طرابلس، يعني أعتقد أن حتى من ضيوفك من كان يعارض تعديل الدستور 12 بوضوح، يعني في أيامها عارضه تماما تغيير الحكومي وتغيير حكومة دبيبة بحكومة بشاغة، عشان نكونوا متفقين. شوف مسألة يعني خليفة حفتر، أنا مقتنع، أنا كقانوني يعني مقتنع تماما، أي شخص تطبق عليه شروط الترشح يترشح. مسألة أنك أنت ما تحبش سياسيا مش من اتجاهك، هذه مسألة يحسمها الصندوق في العالم كله، يعني أحزاب وكتل سياسية ومعارضة ونظام وما إلى ذلك، يعني الناس تصوت له ولا تصوت له، الأهم في الأمر أنه تنطبق عليه شروط الترشح طبقا للقانون رقم 1 لسنة 21. سيف لا تنطبق عليه شروط الترشح، دبيبة لا تنطبق عليه شروط الترشح، يعني المسألة بعيد عن السياسة، هي مسألة قانون ينطبق عليه قانون الانتخابات، من حقك تترشح، الصناديق تنجحك أو تسقطك، هذا هو المنطق الذي يجب أن يقال، يعني لا شيء آخر يجب أن ننظر إليه. مسألة أن عقيلة يقول النواب ملوا ومش ملوا، شوف هو يعني أنا ما نتحدثش على أساس أن مجلس النواب ملائكة ولا مجلس الدولة ملائكة، هما مجلس النواب ومجلس الدولة يعني بشكل يعني بشكل تام أنا متأكد أنهم فعلا يعني لديهم عنصر المماطلة، يعني لديهم مثلا يعني أنهم هم يريدون الاستمرار في المشهد، يعني عبر هذه المزايا التي تصرف وتغدق عليهم، ولكن يعني زي ما يقولوا العرب يعني المثل الشعب اللي يقول لك اللي مد لك حبل كتفه بي، هم في التعديل الدستوري 12 مدوا لنا حبل، ومش زي ما قال السيد ضيفك المحترم محمد، لا، والحقيقة أن التعديل الدستوري 12 يتحدث على مسارين متوازيين، يعني مسار اللجنة الدستورية ومسار الحكومة التنفيذية. لما ستيفاني ويليامز في البداية تجاهل التعديل الدستوري 12، ما رحبتش به كبحثة، وبعدين هاجماته لأن غيرت في تشكيلة اللجنة، كانت اللجنة يعني من 24-12-12 وفيها خبراء، يعني فيها ناس زي ما نقولوا نحن يمصوا الصدمات بين الطرفين النواب والدولة، كان فيها يفترض خبراء 12-12، هي قالت لا ندعي 6-6 وفرضوا عليها أنهم يمشوا 12-12، وما صارش من قصة الحكومة بتاع بشاغة، لأن أنا كنت ننظر أن النواب والدولة علشان يعطونا الوثيقة الدستورية اللي يقيموا عليها الانتخابات اللي هي المفروض توا تبي تقام طبقا للتعديل الدستوري 12، في حافز، الحكومة كانت نوع من الحافز لهم، هو خطأ نعطيهم حافز، يفترض أن وطنيتهم تفرض عليهم صياغة وثيقة دستورية تصل بنا لعملية انتخابية لتجديد الشرعية، كلام هذا كله أنا متفق فيه، لكن على غالب هذه السياسة لها إكراهات، يعني هم عشان يعطون وثيقة دستورية يبوا حافز حكومة جابوا هم الوزراء النواب وكذا، مش مشكلة، أما الوزراء اللي جابوهم في الآخر الليبيين، يعني ما عليهمش مثلا يعني شبهات عندهم كانوا فاسدين لان معظم اسماء بشكل جديدة. واضح ومباشر استاذ راقي، من الذي افسد خيار سابقة. الوثيقه الدستوريه؟ نعم. ستيفاني ويليامز بمساعده النخب اللي يعني انا ما فيش داعي نقول النخب اللي هي دائما النخب التي يدافع عليها سيد الشيخ والسيد محمد محفوظ يعني والموجوده في طرابلس كما اشرت. لا انا لا اقصد اسماء يعني طيب. لا اقصد اسماء ولكن عبد الحميد بيب على راس يعني ذاك الموضوع. لنحيل هذه النقطه للسيد الشح، يعني فيما يتعلق بمساله اضافه اسم حفتر على قائمه من افسد العمليه الانتخابيه، فالرجل من حقه ان يترشح، والليبيون هم لديهم الكلمه الفصل سيد اشرف الشح، وليس القوانين المفصله على مقاس شخصيات كما يتحدث السيد راقي. خيار الوثيقه الدستوريه كان واضح، ومن أفسده نخب متمترسة وموجودة اليوم في طرابلس. لا خليني تو الرد على العراقي. أنا في الأول نبي الرد على فتح الله، وأنا مصر على ما قلته وما رددته بالنسبة لطرح الوثيقة، ما سميت بوثيقة دستورية في المرحلة الأخيرة بعد
بعد عودة المشري من القاهرة، اللي كان قبل اسمها القاعدة الدستورية، واللي فتح الله كان عضو في اللجنة متاعها، واللي مشي للقاهرة أكثر من مرة وناقشوها، ولكن في الأخير خرج عقيلة في التلفزيون والمشري في جلسة مجلس الدولة الأخير وقالوا وثيقة معاش قاعدة دستورية. عملية الطرح عندما تطرح على أعضاء يجب أن يكون كل عضو لديه نسخة من هذه الوثيقة ويطلع على كل موادها كي يبدي رأيه ويناقش ومن ثم يصل إلى مرحلة طرحها على التصويت إن كان هناك تصويتا. لكن عندما لا يكون الأعضاء أي نسخة أمامهم وتقرأ عليهم بعض النصوص، إن فتح الله ربما لأن يتلاقى مع المشري كل يوم يعرفها وشافها عنده وتفاهموا فيها، هذا موضوع يخص فتح الله، لكن الأعضاء وأنا متصل بالعديد منهم، عندما العديد من الأعضاء يقولوا لك أنا ما عنديش في إيدي وثيقة ولم تطرح علينا بشكل رسمي، لم تطرح التفاصيل، لأنك أنا بنكون عضو بنقرأ وثيقة وبنعطي رأي فيها، يجب أن يكون النص أمامي كاملا، لأن هناك نصوص خاصة ونصوص عامة وهناك عدة تفاصيل يجب أن أربط بينها كي أكون رأيا وأناقشها. بالتالي المشري عندما قال أنه خايف يطرحها لأن قد تسرب من الأعضاء وتطلع على الإعلام وتهاجم لأن فيها نقاط ضعف حسب وجهة نظرة، وهذا اعتراف منه أن فيها نقاط ضعف كثيرة وهي غير الكلام الذي يصرح به، بالتالي هنا يوضع علامات استفهام ولا يقبل كلام والله لا طرحت وإحنا شفناها وإحنا طلعنا وإحنا بناخده ولكن مجلس النواب هو الإمام، لا الاثنين يحاولون التمطيط ويحاولون المراوغة ولا يريدون الوصول إلى أي صيغة تقرب الانتخابات. انتهينا من هالقصة هذه. القصة الأخرى بالنسبة لراقي المسمري، عندما يقول أنا والله قانوني وأتعامل مع الوضع بشكل قانوني، خليني ما نتكلم للقانون. القانون العسكري الليبي وهو قانون خاص يمنع العسكريين من الترشح ومن خوض العملية السياسية برمتها، وليس هناك أي نص في قانون عقيلة رقم 1 يستثني تعامل مع ذلك القانون، وكما تعلم أن الخاص يقيد العام، بالتالي طبقا للقوانين السارية لا يجوز للعسكري أن يترشح للعمل السياسي إلا عند وجود نصوص صريحة تستثني من ذلك القانون الخاص. هذا من الناحية القانونية، نهيك عليه أن التعديل 12 وأنه هو غير دستوري لأن خالف الشكل في إصداره بالتالي لا يمكن الاعتداد به، نهيك عن حكومة بشاغة وآلية التصويت عليها وما أثبتته الأمم المتحدة بأن هناك تزوير في التصويت ولذلك لم تتعامل معها، مش إن ما اعترفوش في طرابلس النخب ولا هاجموا، لا الأمم المتحدة اللي عندها خبراء قانونيين ممكن طلعت ودرست كتبهم يا راقي وتخرجت على هذا الأساس. بالتالي إن كان الكلام من الناحية القانونية فهذا بحر نستطيع خوضه، ولكن احنا هنا نتكلم سياسة، العملية السياسية برمتها أفسدها كل هؤلاء لأنهم لا يستطيعون البقاء إلا في هذه البيئة، إلا في هذه الإشكاليات، إلا في هذا التمطيط. لو أرجعت الأمانة لأصحابها لغرب عن وجوه الليبيين كل هذه الأسماء والوجوه. وصلت هذه الفكرة. سيد فتح الله السريري، لماذا لم تعرض هذه الوثيقة ويمتلك كل عضو نسخة منها؟ حضرتك لربما اطلعت عليها بشكل شخصي كما يتحدث سيد الشح، لكن لماذا لم تظهر للعلن حتى تناقش وتنتقد وتكون متاحة للجميع؟ هذه الوثيقة عرضت، قلت أنا في جلسة وكان عرضت بالنص كلها على الشاشة وتحدث عن أعضاء، وهي ليست مثل الآن، احنا حتى لما كنا في القاهرة السادة مجلس النواب متمسكين بأنه دستور دائم ونحن قلنا قاعدة دستورية، صار في توافق بين هذا وذاك على وثيقة دستورية إذا التوافق أو لا. هذه واحدة من المسائل، يعني في كثير من مسائل مثل الشروط الجنسية البعض يقترح زي ما قلت أن تعرض القوانين يوافق عليها مجلس الدولة والأعضاء طرحت، فهو السيد خالد نقل ما ضمن الأداء أو الخيارات المطروحة لمعالجة هذه المسائل، فهي هذه بيت القصيد وهذه العقدة العسكريين ومزدوجي الجنسية حتى في القائمة من نفس بقينا هو الموضوع. لا
هذه يجب تناقش، وهذه القوانين يجب أن تكون قوانين عامة مجردة، والعالم يسير وفق هذه النصوص. ما تقول لا والله القانون لا يجيز، لكن في قواعد، في أعراف دستورية، في قواعد قانونية موجودة. ثم أن حتى وثيقة الضرائب من أفسدها؟ طعن فيها القضائي لأحد أعضاء مجلس النواب، هو اللي يطعن في وثيقة الضرائب السيد عبد الغفور المناعي، وأصوات أكثر من عجيلة 10 مرات يمثل بلد الدستورية، من حقه يطعن، وطعن في أعضاء مجلس الدولة. أما في انتخابات في قانون الاستفتاء، ما دام هو يكرر في هذه المسائل، من أفسد؟ احنا اعترضنا على القانون في 2018 وكان مفصل ومفخخ والنتيجة واضحة للعيان، لا يخطئها أي كل ذي عين ولا كل ذي ستر، بأن الحكم بالإعدام وإشهاد موضوع الدستور. اعترضنا. لكن ملاحظة السيد محفوظ، أصبر شوية عفوا محمد، معاش قطعني الله يرحمه. لا لا يا سيد فتح الله، أنا سأعطيك الوقت ما انقطعش فيه، اسمح لي بس، اسمح لي حتى تتمكن من الرد بشكل واضح يا سيد فتح الله. هم يقولوا لك الوثيقة لا يمتلك أي، اسمح لي اسمح لي أنا حخليك يا سيد فتح الله، سأعطيك والله حق الرد وسأسمح لك بالرد يعني بالوقت الكافي، لكن يعني في نقاط واضحة للاعتراض. يقول لك لماذا لا يمتلك أي عضو من أعضاء الدولة نسخة من هذه الوثيقة، وينتقد ويتهم في أعضاء الأعلى للدولة بأنهم لا يريدون عرضها بناء على توصيات المشري كما يتحدث السيد محفوظ، لأن فيها من التنازلات ما يشيب له الرأس. وبالتالي السؤال ما يزال قائم، لماذا لم تعرض وتمتلك أو يمتلك كل عضو نسخة واضحة منها، نسخة نصية؟ أنا أريد أن أتمن بأن بعض سوشيبك على هذا السؤال، كما أن لما تم تعديل قانون الاستفتاء في 19 من ليس مجلس الدولة، ما فيش أي رسالة وثيقة، وأنا أتكلم بصورة رسمية مستعدين مسماري أي وثيقة بأن مجلس الدولة بعد التعديل ل 2019 أطلق قانون الاستفتاء، لكن الحرب اللي شنت على طرابلس هي من أطلق هذا الموضوع. يجب أن تكون الحقائق واضحة وصريحة. مشكلة الغاز الوثيقة إذا كان لم تعرض ولم يمتلك أعضاء مجلس على الدولة وليس على الطرف، كيف الإعلام يناقش فيها؟ كيف السيد محفوظ يتكلم عن بعض النقاط؟ كيف وصلت في الإعلام؟ أي موضوع في دائرة إلى أن قبل وجود الجلسة، لكن عرض في الجلسة وليس فيها جريمة هي أصلا، هي ليس فيها تارك جريمة، بدل من وثيقة قاعدة دستورية قال السيد عقيل يقول القاعدة الدستورية تطبق على كل قانوني، واحنا لا، الدستور انا لا نريد ان نمس الدستور الذي اصدرته الهيئه التاسيسيه، فاحتسبت وثيقه دستوريه فيما يتعلق بتشكيله مجلس النواب ومجلس الدوله، هم يعرضوا التساوي في مجلس الشيوخ، قال اذا كان احنا بنوافق على تساوي مجلس الشيوخ لا، النواب سيكون بالسكان، ومن ثم هنا سيخسر جنوب كثير من المقاعد. يعني هذه هي المسائل اللي كانت الوثيقه. ثم ايضا شروط الترشح الرئاسيه هم طرحوا هنا القوانين، هذا ما نقل او خارج عن اقيله، لكن مجلس الدوله رفض هذا الموضوع وقال احنا ممكن نعرض هذه المسائل للاستفتاء، خلي الشعب الذي يطبع. احنا لا نتكلم عن الشعب، الشعب امتلك وثيقه دستوريه اصدرتها هيئه واصبح مستقل، خلي يطبع الشعب الذي نتكلم عنه باسماء كثير من الاقوال، والمجلس يريد البقاء في اي سلطه، وبعد القذافي ما عاد في سلطه، ما عاد عنده سلطه اصلا، من عنده كم كيلو متر مربع سلطه عليه هو، اي مزايا يحكوا عنها يعني، وموظفين مش عارف يعني مربوش الحقيقه، ندخل في مكان في مسائل تسمن ولا تغني من جوع للشعب الليبي. طيب الوثيقه واضحه، الدوله معلش موقفها واضح، اعمال استفتاء على الدستور، احنا تساءلنا السفراء السفير الامريكي المغرب قلنا لم اعطونا اجابه عقلانيه منطقيه، كيف عرفتم ان الشعب الليبي يبي الانتخابات وما يبيش الاستفتاء؟ هذه اولا. ثانيا هل من المعقول يمكن اجراء انتخابات ولا يمكن اجراء استفتاء؟ ثانيا هذه المسائل يعني واضحه يجب اللي. ثم الان في اعراف وقواعد دستوريه في العالم كله، انا ما اعرفش رئيس دوله في العالم كله مزدوج الجنسيه. يا اخي انت اذا كان جنسيتك افضل من ليبيا مبارك على جنسيتك. طيب اسمح لي ان انقل هذه الافكار للساده الضيوف. اذا كان ليبيا اسمع، اذا كان ليبيا، اذا كان ليبيا احسن من جنسيتك تنازل عن جنسيتك وتفضل. طيب سيد سريري وضحت تماما. نعم. نحن نتكلم عن مؤسسه عسكريه ومؤسسه قضائيه ليس على اشخاص. وضحت تماما سيد محمد محفوظ. نعم وضحت يا سيد فتح الله. اسمح لي ان اوزع الوقت بشكل عادل رجاء. ونرد اشخاص على مستوى على صالح البلد. وضحت 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 هي ذات الفكره. واضحه صراحه. نعم سيد محمد محفوظ الوثيقه عرضت
ونوقشت، وهو الأمر الذي لا يؤكده السيد السريري وحسب، بل أكده أكثر من عضو على الأقل في وقت سابق، وإن لم تكن معروضة فكيف وصلت إليك؟ كيف لك أن تنتقدها وتصف ما جاء فيها بأنها فيها من التنازلات ما يشيب له الرأس؟ لولا العلاقات التي تربطنا الشخصية ببعض الأعضاء لما وصلت لنا هذه الوثيقة. ما وصلتنيش، ما قريتهاش، بس أعطونا الكلام اللي لنا ولم تسلم لهم نسخ مثل ما قلت في كلامي السابق. لكن النقاط اللي هي طبعا دائما الحديث يدور على النقاط الجدلية المعروفة، كلها كانت في إطار مخالف تماما لما ذكره المشري هنا على الأحرار قبل أيام قليلة فقط من الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للدولة قبل أيام قليلة. أنا لما نتحدث اليوم، لما نتحدث على الدور السلبي لمجلس الدولة لبعض أعضاء مجلس الدولة، يعني أنت سيد فتح الله كنت عضو في اللجنة الدستورية، وأنت عضو قبل ذلك في مجلس الدولة، وعرضت عليكم في الشاشة في الأمام الأعضاء هذه النقاط التي يتحدث عنها المشري ونقاط الخلافية، ليش ما تطلعوش الإعلام وتكلموا عليها؟ لو ما قلناش عليها احنا والله ما يطالع على الإعلام وما هو متكلم عليها ولا عضو، هذا هو احنا اللي نتكلم. انت صانع قرار، ما تلومش، ما تجيش تقول لي لا كيف انت وانت تكلمت معناه وسط الإعلام معناه خلاص. يعني انا لولا اني نعرف عضو ولا اثنين وقالوا لي يارا فيها وفيها لما وصلتنا ولا ما تحدثنا عليها ولا ما نوقشت اساسا. ولذلك اليوم الدور السلبي لبعض أعضاء مجلس الدولة في مسايرة المشري والمشي معه في هذا الطريق السيء، رغم أنه هو الطريق انهار تماما. طيب ما أبرز هذه التنازلات يا سيد محفوظ التي تتحدث عنها والتي لم يقلها السيد المشري في لقائه معنا؟ قلت لك أنا في كلامي السابق، قلت لك أنه المواد الخلافية بدل أن تعرض الاستفتاء ستحال للجنة سميت لجنة إعداد القوانين بعد لا تصدق القاعدة الدستورية، لجنة إعداد القوانين لجنة مشتركة بين مجلس النواب والدولة، ولجنة إعداد القوانين بسنة أولى قانون لما تتحدث على تشريعات معناها تتحدث على مجلس النواب، أي أنه عقيلة صالح إذا لم تتوافق هذه اللجنة ولن تتوافق حيطلع للإعلام يقولوا ما أنا الجسم التشريعي وأنا حنطلع قانون، ومش حيقدر مجلس الدولة يدير ولا شيء لأن هذا هو شغل مجلس النواب. عقيلة صالح ولجنة مجلس النواب في القاهرة في ثلاث جولات وما تبعوا من لقاءات كانوا دائما يصرون على هذه النقطة، أي نقاط خلافية تحال للجنة إعداد القوانين، عارضوها مجلس الدولة وعرض المشرف الأخير بكل قال له تفضل خذ. ونحن ندرك تماما أنه هذا المعنى معناه كبير، مش مجرد انك تخدع الناس او لجنة اعداد القوانين، لا والله احنا ممثلين فيها وراوا فيها مجلس الدولة، هذا غير صحيح. حتى ولو كنت ممثل فيها نسبة ان تفشل اللجنة نسبة عالية جدا، وبالتالي البديل سيكون باعتبارها لجنة تعد قانون سيذهب للسلطة التشريعية، والسلطة التشريعية هنا عقيل الصالح سيمرر ما يشاء بدون ادنى شك. سيد راقي، الخيارات البديلة كانت متاحة، افسدتها حرب طرابلس او العدوان على العاصمة. الشيء الاخر، يعني جيب لي رئيس واحد في أي دولة من دول العالم يمتلك جنسيتين حتى نسمح له ونفصل له قانون على مقاسه ليترشح أو يتقدم للعملية الانتخابية. بل اذهب أبعد من ذلك، في الديمقراطيات المعروفة والحديثة بعيدا عن الدول المستبدة، هل من عسكري يكون على رأس الجيش يدخل غمار الانتخابات ويكون رئيس للدولة أيضا؟ هو يعني في البداية لدي يعني توضيح. يعني فيما يتعلق بما قاله ضيفك أشرف، قال إن القانون العسكري يمنع العسكريين من الترشح. القانون العسكري اللي تحدث عليه السيد أشرف يعني كان قد صدر عن السلطة التشريعية في ليبيا، لأنه قانون البرلمان كذلك سلطة تشريعية في ليبيا أصدر قانون في 21 أباح للعسكري الترشح في يعني قاعدة قانونية ندرسوا فيها لطلبة الكلية. شنو نقولوا لهم؟ نقولوا لهم التعارض بين قانون سابق وقانون لاحق، وكأن القانون اللاحق لما يتعارض مع السابق وكأن السلطة التشريعية قد تنازلت عن تلك القاعدة ورجحت هذه القاعدة. استخدموها الفرنسيس في مراف فورجو في قضية زواج، يعني هذه حاجة في القانون المدني الفرنسي خضوها المصريين وخضناها نحن حتى في قانوننا المدني. التعارض بين القاعدة السابقة والقاعدة اللاحقة تجاز القاعدة اللاحقة لأن
ما فيش داعي مجلس النواب أو السلطة التشريعية ترجع وتعدل القانون، وإنما في القانون في اللاحق يعني يلغي السابق، وكأن هو يعني يعني عدل. هذه قاعدة قانونية في مادة مدخل القانون، تلقاها الأثر الفوري والمباشر للقانون، يعني بسيطة جدا، هذه ما فيهاش كلام. الخاص والعام هذا كي موضوع أخرى، لكن القاعدة اللاحقة والقاعدة السابقة، القاعدة اللاحقة هي التي تنتصر على القاعدة السابقة دون الرجوع والتعديل. قالوا لهم لماذا؟ قالوا للفقهاء والقضاء الفرنسي. طيب لماذا؟ هذه وضحت، قالوا لأن ردا على النقاط الأخرى كان أن تعدل ذلك القانون. بالضبط. النقاط الأخرى، لدي توضيح كذلك في مسألة القاعدة الدستورية والوثيقة الدستورية في المصطلح. أنا كنت قد نبهت على قناتكم، وأعتقد أن المشري وعقيلة وآخرين يعني تحروا من صدق ذلك. شوف، القانون يتكون من مجموعة من المواد، كل مادة في حد ذاتها تسمى قاعدة قانونية، كذلك الدساتير. كل دستور يتكون من مجموعة من المواد، كل مادة في حد ذاتها تسمى قاعدة دستورية. لذلك لما يتحدث عن قاعدة دستورية يعني يقصد مادة في الدستور. نحن مش المقصود مادة في الدستور، نحن المقصود وثيقة دستورية تذهب بنا إلى الانتخابات. أنا الحقيقة ما نقدرش نناقش الوثيقة لأن لم أراها، يعني أنا يعني تحليلي مبني على الواقع وليس التوقعات. يعني أنا ما شفتش الوثيقة باش يعني نعطيها تحليل، أو لكن على مجلس النواب والدولة يعني في مسألة العسكري الجنسية وما إلى ذلك أن يتوصلوا إلى توافق فيما بينهم. هم اللي كان غير يعرضوا على يعني الوثيقة على المجلسين ثم يخرجوها للشعب، بلك رأى الشعب يقول والله يا سيدي بلاش عسكري، والله يعني نحن غير هم ينجون. طيب في نقطتين وضحات يا سيد راقي وأجمع يعني الوثيقة الدستورية قصدي يعني رئيسي المجلسين عقيلة والمشري، وباختصار ما يعيق أي تقدم بين النواب والدولة ملف ترشح العسكريين والجنسية الأجنبية؟ أنا كنت قد سألتك، وهذا السؤال موجه من السيد فتح الله السريري، لماذا نفصل قوانين خاصة على شخص حفتر؟ من يعيق كل هذه العملية هو حفتر، لأن هذين الصفتين ينطبقان عليه بالضبط. تفضل. استمعت أنا لرئيسي المجلسين في لقاءاتهم الأخيرة، كل واحد تحدث 4 ساعات على قناتين، يعني استمعت إليهم يعني مطولا. سيد عقيلة رئيس البرلمان شين قال أنا قدمت أطروحات أو أفكار، قلت إن العسكري يستقيل أو يترك منصبه ويترشح بعد يفوز يعني المزدوج الجنسية، لو يعني فاز في الانتخابات يتخلى عن الجنسية الأجنبية في حدود شهر. أنت يا سيد يعني راقي كعميد لكلية يعني القانون في جامعة درنا، وهذا ما أريده الآن، أنا أعرف رأي عقيلة. لا أنا مش عميد، لا آسف، أنا كأستاذ جامعي في كلية القانون يا سيدي فضل. أنا تصحيح، أنا فقط لا غير. أيوة فضل. طيب رأيك أنت يعني القانوني، يعني في أفكار يعني بالإمكان تبادل الأفكار والآراء. هو رئيس مجلس النواب المعني بإخراج قاعدة دستورية ورئيس مجلس لا الدولة. تريد الإجابة عن يعني الاستفهام حطوا أفكار على الطاولة، وأنا أقدر تماما ذلك. تفضل، يعني اسمح لي أن أنتقل. هناك أفكار لا أنا مش تقدر، يعني ممكن يترشح ويستقيل، ممكن ينجح ويتنازل عن الجنسية الأجنبية، لكن هل هو شرط واقف ولا شرط فاسخ؟ هذه مسألة أخرى. يعني هو عقيلة يقول نخلو الشرط واقف، يعني لما ينجح في الانتخابات يتنازل عن الجنسية. طيب سيد محمد محفوظ، لا أسمعك بشكل واضح، يعني هذه قاعدة قانونية الفاسخ. طيب سيد أشرف الشح، هناك قانون سابق وقانون لاحق، الجهة المخولة بإصدار التشريعات هي مجلس النواب. مجلس النواب سمح للعسكريين بالترشح، رئيس هذا المجلس التشريعي يريد السماح لمن يحمل الجنسية الأخرى بالترشح، لذا لماذا نعارضه طالما أنك تقف على القوانين والسلطة التشريعية رضت بهذا الأمر؟ لا والله بيرغمني راقي أني ناقش معاه تفاصيل قانونية. فعلا كلام راقي صحيح، أن مبدأ قانوني معروف وسنة أولى قانون يدرو فيه في مدخل القانون، أن اللاحق يقيد السابق والخاص يقيد العام. اللاحق كيف يقيد السابق يا راقي؟ أنت تتكلم في مشاهدين يجب أن توضح لهم كيفية تقييد اللاحق للسابق، أو كيفية تغليب اللاحق على السابق. يغلب عندما يشار إلى ذلك السابق إن كان قانونا خاصا. بما معناه، قانون عقيلة سمح للكل بالترشح، لم يضع قيودا ولم يشر، ما قالش والله العسكري يمكنه أن يترشح، سكت عن هذه النقطة، بالتالي اعتبرت أن والله العسكري يمكن، لأن ما فيش مانع في القانون يمنع العسكري أو مزدوج الجنسية. تمام؟
لكن هنا عندما يكون هناك قانونا خاصا ولم يشر في دباجة القانون اللاحق إلى ذلك القانون الخاص وإلى مادة من مواده، ما قلناش بنعدل القانون، احنا ما ناش في باب الرجوع لقوانين سابقة وتعديلها، لا، عندما لا ينص بشكل صريح أو يشار في دباجة القانون اللاحق للقانون السابق الخاص فذلك الحكم الخاص يعتد به ويعتد به أمام المحاكم. بالتالي باش ما نخشوش في تفاصيل القانونيين اللي يتفرجوا الآن يفهموها ويعرفوها، بالتالي ما تحاولش تمررها على المشاهدين. هذه من ناحية، من ناحية أريد الرجوع الحقيقة لكلام فتح الله من جديد، يرغمني للرجوع وللكلام على قصة والله طرحت ما طرحتش، نوقشت ما نوقشتش. هناك إجراءات معمول بها في كل البرلمانات أو كل المؤسسات، عندما تطرح مسائل تحتاج إلى تصويت أو تحتاج إلى أخذ رأي المؤسسة، كل عضو من أعضاء هذه المؤسسة أمامه هذه النصوص ويطلع عليها ويعطي رأيه فيها. مادام لم تطرح عليهم وتعطى لهم، بالتالي لم تطرح هذه الوثيقة، لأن هناك خوفا من فحواها، وهذا سبب كافي للتشكيك في كل المسار الذي يتم تناوله اليوم. الحقيقة التكرار وإعادة مثل هذه النقاشات، وبعدين يقول والله رئيس مؤسسة وعضو مؤسسة زي فتح الله يقول والله الشعب خلوه في حال الشعب ما طلعش علينا، وإحنا أما سلطة وسلطة بعد القدافي ما عادش في سلطة، وإحنا يا سيدي كانك ما تعتبرش في نفسك سلطة وما تعتبرش في نفسك مسؤول، وإن والله مكترين مستكترينها علينا. لا، هذه الطريقة الحقيقة فيها نوع من الاستفزاز للناس. الناس صحيح أنهم ساكتين الآن مغلوب على أمرهم، ولكن هذا لا يعني أن يدكم مطلوقة ديروا ما تبوا وتلعبوا بالناس زي ما تبوا، وكل يوم طالع لهم قصة ومستمرين. من أول أولويات المسؤولية السياسية على أي سياسي في العالم كله، مش عندنا هنا، عندما يقوم بعمل ويفشل ذلك العمل يستقيل وينسحب. أما إصراره على الاستمرار سنة بعد سنة ويقول أو الخير جاي، زي ما قال خالد المشري في آخر لقاء على الأحرار، قال والله صبرتوا علينا 8 سنين أو 10 سنين وصبروا علينا 8 شهور، وعبد الحميد الدبيبة السنة اللي فاتت قادر لكم عودة الأمانة لأصحابها في شهر 6، وبعتالي طلع لكم اليوم قال والله في 23 كده تصير. هذا عبارة على ضحك على الذقون، وعبارة عن استهزاء بالناس واستهتار بمستقبلهم ورغبة في البقاء وفي الاستمرار بأي طريقة وبأي طيب ثمن، مهما كانت عند الفشل ومهما كانت الحجج التي تختلق من حين إلى آخر. تقديم الاستقالة وعدم عرض الوثيقة يعني يثير كثير من الشكوك سيد فتح الله السريري، لأن هناك من يخشى عرض فحواها، وبالتالي ما يزال الاستفهام قائم. موقف الأعلى للدولة عدم عرض هذه الوثيقة، ولماذا يخشون كثير من النقاط التي وردت بداخلها؟ هي أول حاجة مسودة تفاهمات، هي ليست مشروع دستور أو مشروع عرض على الناس. السيد أشرف وكذا اللي كان يتكلم على مجلس الدولة يعني قانون الاستفتاء من 2017، اتفضلوا حركوا الشارع، وهذا اللي قصد، احنا جزء من الشارع واحنا نمثل الشارع، اتفضلوا احنا عونا في كل المناسبات، هذا الشعب هو ملك للشعب ويطالب الاستفتاء ويعارض كل المقترحات في التي طرحها البعثة واللي طرحها القرومي. وجدوا السيد أشرف كان من المترشحين على قوانين عجيلة التي تصادر حق الشعب استفتاء، والتي يعني هي قوانين غير دستورية وكذا. يعني كلام هذا احنا لا ينفع. الوثيقة عرضت والبنود موجودة، وأيضا هي عبارة عن تفاهم، زي ما نقول احنا رافضين. يعني مش معقول الآن واحد يقول لك والله فاز يستقيل من الجيش، هو إذا كان فاز بيكون قائد عن الجيش، حتى كان يبيع في الخضار يبيع في كذا، كلام ما يقولش عاقل هذا. وإذا كان فاز يتنازل عن جنسيته، لا لو فزت أنت يا محمد والله نيه سواء عسكري وخذيت ثقة الشعب عسكري أو يعني عندي جنسية، لا نتنازل على الشعب اختارني بين الوصين اللي موجود عندي قبل الشعب. فإذا يقول يتنازل عنها
وأصبح أقوى، أقوى من كل الوثائق وأقوى من كل النصوص وأقوى من كل المسؤول، لأنه اختار الشعب. هذه الطروحات اللي احنا تأخر فينا ولا تطبق، وهذه أفكار يطرحوا فيها، احنا شو نعمله يعني؟ احنا عندنا وثيقة الشعب قلنا ماشيين معها، واضحين بصراحة وبوضوح، وكان السيد أشرف آنذاك شعرنا في المجلس الأعلى للدولة واضح الموقف. الآن تطرح أفكار مثل أفكار غير قابل للنقاش أصلاً وغير مقبول أصلاً، إذا يستقيل هو إذا كان فاز مهما كان يعني سيكون قائد على الجيش، وإن المزد الوظيفي لن يتنازل عنه ولن يقبل، هي أحكام محكمة دستورية ونصوص دستورية الآن تدافع عليها و يعني تعد يعني مو هذا كلام كذا. ما هو الحل يا طفول جماعة؟ ما هو الحل يعني؟ أنا حتى وسيد أشرف حتى أنا من ضمن حتى الموقعين 120 120 اللي تبني انتخابات تشريعية. يوم مجلس دولة مجلس شعب ما يطرحون الحل أنتم اللي تروه يوم قابل للتنفيذ. ما يطرح الدبيب فعلا هو غير ما انتخابات بلدية بدير الدبيب في نطاق معين. ما يحلش الحل هاي الدولة النواب زيد عبيد الحل شو اللي عنده مثلا؟ احنا عليه يطلعوا لنا وثيقة يقولوا هذه أوضاع الناس. احنا قلنا هذه المسائل الشرطين الموقعين. هو يكون أشرف في اللجنة والله السيد المصداري والله محفوظ والله أنت في مسائل موضوعية لابد أن تحل. إذا هذه تعرض على الشعب على كل شيء، إذا كان الشعب يبي يحكمه مزدة وجنسية والله عسكر والله مش عارف من من حر، هو في النهاية إحنا ما ناش أو سيح ما جزء من الشعب ونملك صوت واحد، يعني هذا مثل قريب. الحديث الآخر كله لا جدوى من تفضل أطرح أنت ثم رأوا مشروع الدستور والوثيقة. أنا متخصص تعال أسبوع ندير لك وثيقة دستورية، لأنها تأتي من بنات أفكاري. إحنا بناخذ النظم العالم ونظم طيب. المقارن والقريبة منه بنطر عليك وثيقة دستورية. ليش تقولي طرح شديد لا تطرح لأنها ليست رسمية وهي يختص مجلس الدولة ومجلس الدولة لا تطرح رسمية. لأنها غير رسمية وهي مسودة نعم مسودة كل ما يقولها من خالد المشري والله يطرح والله عجيب والله كذا آخر يعني في الموسع المحصرة في النتيجة النهائية. طيب تقول لي لا شنو افكارك وطرحها ما تسالنيش انت اذا نعم. كانك بتجي ما تسالنيش. وصلت الفكره تماما سيد فتح الله، هي مسوده تفاهمات والسيد المشري لا يمثل نفسه، المعطى النهائي والخلاصه تكون من داخل المؤسسه ممثله في الاعلى للدوله، والسيد السريري اوضع على الاقل وجهه نظره وتمسكه بنقطه عدم ترشح العسكريين وعدم خوض مزدوجي الجنسيه غمار العمليه الانتخابيه. لذا في عجاله ما نقدك هنا سيد محمد محفوظ وما ردك؟ يعني السيد المسماري يخشى أمام المشاهد أن يذكر رأيه صراحة ويرد على سؤالك في رأيه حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ويريد يعني أن يتنصل ويحيل هذا الأمر بأنه في يد صناع القرار عقيلة وخالد المشري. سيد المسماري نحن اليوم نتحدث عن مبادئ، ولما نتحدث عن مبادئ يجب أن نبتعد عن الشخصنة وعن الاصطفاف السياسي، ويجب أن نقارن بعض الأمور ببعضها البعض فقط. يعني في مصر تحديدا في أغسطس 2020 أقر مجلس النواب تشريعات وتعديلات تشريعية تقضي بمنع حتى المتقاعدين من السلك العسكري، مش اللي يخدموا، حتى المتقاعدين من الترشح للمناصب العليا في الدولة. هذا مبدأ اليوم نتحدث عليه، وأنت تعلم تماما أنه في مصر يمنع مزدوجي الجنسية حتى من كانت والدته من جنسية غير جنسية مصرية، حتى من كانت والدته من ترشح والترشح لمنصب الرئيس. هذا مبدأ اليوم يجب أن نتحدث عليه. خشوا تبوا تديروا دولة تتحدث عن الدولة وتتحدث أنه القاعدة الدستورية ويجب أن نمشوا فيها والتعديل الدستوري 12، وتغض الطرف عن لب الخلاف، انه الخلاف كله على خاطر ترشح شخص اسمه خليفه حفتر اليوم في الانتخابات الرئاسيه، وقاعدين في الدوامه كلها نديروا فيها لنا سنين. افشل مشروع الدستور من 2017 لتوا لانه يمنع حفتر من الترشح، واليوم القاعده الدستوريه يراد العبث بها حتى تفصل على مقاسات الاشخاص. واحنا لما نجي نقولوا انت لما تطرح وجهه نظر المشاهد وتقول انه ليش انتم تخلوا في الناس تقصوا فيها وخلوا الناس تترشح، يا سيد المسماري نحن نتحدث عن مبادئ مش على حفتر. احنا نبي نديروا انتخابات ذات جدوى، مش انتخابات شخص يملك السلاح كائن من يكون حفتر ولا غير حفتر نقول له تعال ترشح وبعدين كان خسرت
وللمنصبك العسكري. إذا كان هو يثق بشعبيته ويثق بقدرته على الفوز، لماذا لا يتنازل مثل ما تنازل السيسي في مصر ويتفضل ويترشح للانتخابات؟ مش حيف ولا يطلع لك شخص يقول لك لا كيف يترشح حفتر. طيب وليش ما دام هو حريص على 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 ليبيا يا استاذ محمد اسمح لي على الجنسيه الامريكيه؟ وانت سيد القاضي اسمح لي في 10 ثواني، اذهب يا سيد المسماري واقرا قسم الولاء عندما تمنح لك الجنسيه الامريكيه، عندها كيف حكم ضميرك. نعم. وقول للناس رايك في ترشح المتزوجين. لب الخلاف هو في شخص حفتر، كيف يترشح من هو على راس المؤسسه العسكريه لعمليه انتخابيه ومن بعد ذلك بعد ان يفوز يرد له الاستقاله؟ وإذا كان هو واثق من هذه العملية الانتخابية ومن شعبيته، لماذا لا يتنازل عن الجنسية قبلا؟ سيد راقي المسماري في عجالة رجاء. يعني هو الحقيقة أنا ما تهربتش من الإجابة، لكن أنا أعتقد أن يعني وثيقة دستورية أو قوانين انتخابية لغرض إجراء انتخابات، أنا لا أميل إلى مسألة القيود، يعني نقيد هذا ما يدخلش وقيد هذا ما يدخلش. أنا أميل إلى مسألة الشعب هو من يحسم، يعني الشعب عارفين خليفة حفتر ترشح، عارفين ضابط، عارفين عقيلة قانوني، وعارفين دبيبة مهندس، وعارفين فتحي بشاغة سياسي. الناس هي اللي تقرر، يعني مش أنا. في ناس يعني خلينا واضحين، لو قلنا 100 ناخب في 20 يبوا عسكر، في 70 ما يبوش عسكر، خلي الصندوق هو اللي يقول. يعني أنا مش أنا اللي نقول، لأن بنقول لك شيء، طبيعة المجتمع الليبي حاليا بعد 2011 ربما العسكر عندهم شعبية، لأن ممكن رح حققوا نجاحات على المستوى الأمني، على مستوى محاربة إرهاب، على مستوى مكافحة التطرف، على مستوى انضباط، على يعني ربما ممكن بعد 10 سنوات يعني تزول شعبية العسكريين وتجي شعبية مثلا الأكاديميين. يعني ما كل وقت يعني محكوم بظروفه. أنا منحب منميلش لعملية القيود، ترشح لا تترشح. أنا نميل لعملية يعني الدخول العام والخروج الخاص، الناس هي من تختار. هذا تحط رئيس، هذا تقول له لا ما صارش منك، هذا يقول له مبروك. طيب. هذا يقول له الشعب هو يعني انا اسمح لي وصلنا لختام الحلقه سيد راقي يعني. وصلت فكرتك على الاقل. نعم. وصلت فكرتك، يجب ان يسمح للعسكريين ولمزدوجي الجنسيه بالترشح وللشعب الحق في ان يقصيهم. هي برضه مش هيك يعني. لا هي هيك، لكن انت ما تعبرش عليها بشكل واضح سيد راقي. لا يوجد حل وسط، اما مع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسيه ام لا. طيب سيد اشرف الشح، هناك نقطتين. ربما العسكريين الآن لديهم شعبية في ليبيا، لماذا يتم إقصائهم؟ وعلى ذكر الوثيقة الدستورية التي تنتقدها، سيد سرير يقول لك أنت انتقدت القوانين المعيبة التي فصلها عقيلة صالح، لكنك تقدمت للانتخابات على ضوءها. هذه حجة الضعيف، عندما يوضع في الزاوية يحاول أن يقوم بهجوم مضاد. أنا ترشحت على انتخابات البرلمان، والقانون متاع انتخابات البرلمان هو نفس القانون بالحرف الذي أصدره المؤتمر الوطني العام في سنة 2014 اللي أصدر فتح الله السريري، أنت كان عضو في المؤتمر الوطني العام قبل أن يتحول إلى عضو مجلس دولة بفعل اتفاق الصخيرات. بالتالي أنا أعلم تماما على ماذا أقدمت وماذا أنتقد. أنا في نصف الحملة الانتخابية وأنا أنتقد وأدعو إلى عدم الالتزام بقانون عقيلة للانتخابات الرئاسية الذي فصل بطريقة لتمرير والاختطاف حق الشعب في تقرير شكل الدولة. من الذي قرر أن ليبيا دولة رئاسية والرئيس يحكم فيها بشكل مطلق؟ ما قررش الشعب. هل عرض المشروع الدستوري للاستفتاء كي يحدد شكل الدولة؟ عقيلة كل ما يخطر له شيء يقدر ينفذه. بالتالي أنا ما ترشحتش على قوانين عقيلة المعيبة اللي أنا ننتقد فيها. أنا نعرف كويس شن قاعد نقول في عجالة. ردك على مسألة قانون الانتخابات الآن العسكريين لديهم شعبية سيد أشرف في سنة 2014. نعم العسكريين لديهم شعبية، هذه محاولة لتمرير المركب على الناس. ضعوا لنا أسس مقبولة على المستوى الدولي
وقنعونا بها. هل هناك كلام اللي قلت أنت، هل هناك دولة في العالم تحترم نفسها عسكري قاعد يقوم بحروب؟ أنا هيك أنا معتبرة مجرم. أنا بالنسبة لي أنا لو أن هناك دولة وهناك مؤسسات وهناك نائب عام ونائب عام عسكري، هذا يتم ملاحقته، لأن هذا قتل ناس وهاجم عاصمة الدولة وحاول الانقلاب في 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 التلفزيون. بالتالي ما هيش قصة والله عسكري ومش عسكري. هو العسكري لا يجوز له الاقتراب من السياسة أصلا في كل دول العالم، عوضا عن أن يكون كما ذكرت وبحسب وصفك مجرم حرب وانقلابي ومطلوب للعدالة. سيد فتح الله السريري في عجالة، حق الرد لك الآن في أقل من دقيقة لأن وصلنا لختام هذه الحوارية، تفضل. لا لا، حجة الضعيف، نحن نحن ضعفاء. القانون هذا حتى ولو كان من أيام المؤتمر، لكن القوانين الانتخابية تنتهي بمجرد انتهاء العملية الانتخابية، والقانون صار عقيلة، والقانون أعضاء مجلس النواب قالوا لم يصوتوا عليه، فهو ليس على الإطلاق. أما قصة أن الآن أترك الخيار للشعب، العملية الانتخابية عملية قانونية فيها شروط وفيها قواعد قانونية وفيها طرق قضائية، وإلا إلغي القوانين الانتخابية وخلي الشعب يختار كما تشاء. كلام ما تقولهاش يعني مش معقول، يعني انا استغرب ذلك الشخص القانوني وهم يردوا فيه حتى النواب، كيف نخلي الشعب يختار؟ انت ما تعملش قوانين على الاطلاق وخليه اللي يختار كيف يختار، مش معروف يعني خليه هو كيف يختار وكيف يضع الشروط. شكرا، يعني هذا الكلام اللي احنا نناقشه فيه. جزيلا لك. نعم، يعني عذرا لك سيد فتح الله السريري. يفوز يتنازل عن جنسيته بعد ماشي، خلي للناس تختار. كيف هذه عمليه قانونيه صرف فيها شروط وفيها قواعد وفيها طعون فصل ما طعون الانتخاب؟ تقول انت خليه ما يمشي طعون الانتخاب على ماذا؟ نعم، على ماذا تؤسس اذا هذه القوانين؟ نعم، ومساله او فصل الطعون فيما بعد. شكرا جزيلا لك عضو المجلس الاعلى للدوله فتح الله السريري، كنت معنا ضيفا عبر الهاتف من داخل طرابلس. الشكر موصول لضيوفي المستشار الاسبق للمجلس الاعلى للدوله السيد اشرف الشحر، صاحبني عبر الاقمار الصناعيه من داخل طرابلس. اشكر ضيفي من بنغازي استاذ الجامع استاذ القانون بجامعه درنا راقي المسماري، كنت معي ضيفا من بنغازي عبر خدمه الاقمار الصناعيه. كما اشكر ضيفي المحلل السياسي محمد محفوظ الذي صاحبني هو الاخر من داخل طرابلس عبر الاقمار الصناعيه. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى ختام حواريه الليله، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.